خلونا نرجع للمشكلة اللي كنا عم نحاول حلها، انه بدنا نضيف عمود جديد للبيانات اللي عنا بيعبر عن نتيجة المباراة بالقيم win, lose او draw. فكيف فينا نحل هذا الشيء؟ لحقوم اول شيء بتجزيء المشكلة لقسمين، نقوم بحل القسم الاول وبعدين نشوف القسم الثاني. اول شيء لحنقوم بانشاء حلقة تكرار للدخول على جميع العناصر او الاسطر الموجودة بالديتا فريم تبعنا سطر ورا سطر. كيف فينا نساوي هذا الشيء؟ مثل ما شفنا رح نقوم اول شيء بتحديد السوكر داتا سيت دوت ايتريت او ايتر روز، وقوم باختيار الرو ليبل والرو. فالقيم اللي راح ترجع لنا بالرو هي عبارة عن السطر، والقيم اللي رح تكون موجودة بالرو ليبل هي عبارة عن الاندكس الموجود هون. نحن حاليا ما لنا بحاجة الا للقيم الموجودة بالسطر، ما لنا بحاجة للقيم الموجودة بالاندكس. طيب فيني انا احذف الرو ليبل من هون وبس اكتب for row in soccer dataset؟ قال لا، اجباري لازم تحط هدول القيمتين، وبقلب الفور انت حر اذا بدك تستعملهم الاثنين سوا او بدك تستعمل وحدة حسب احتياجك. طيب بعد هالخطوة قمت بوضع شرط if. if القيمة الموجودة بالرو هوم سكور اكبر من القيمة الموجودة من الرو اواي سكور رح يطبع وين، else if اذا القيمة الموجودة بالهوم سكور اصغر من القيمة الموجودة من الاواي سكور فلح يطبع لوز. اذا ما تحقق هذا الشرط وما تحقق هذا الشرط فلح يقوم بطباعة draw يعني تعادل. فالجزء الاول من البرنامج اللي بيقوم بمقارنة الاعمدة او القيم بينات بعضهم البعض وبيوضع النتيجة اللي بدنا اياها اللي هي win, lose او draw هو جاهز. بقى عنا الجزء المتعلق بإضافة عمود جديد. كيف طيب كيف فينا نضيف أعمدة على الداتا فريم تبعنا؟ أحد الطرق لإضافة عمود جديد هي عن طريق استخدام الحلقات التكرار. فإذا كنا على سبيل المثال بدنا نساوي عمود جديد اسمه resolve اللي بيحتوي على نفس القيمة الموجودة بالعمود home score كمثال، فساوينا حلقة تكرار يلي بتقول من أجل كل سطر موجود عندي بالداتا فريم قم بتنفيذ التعليمة التالية. شو هي التعليمة؟ إذا بتتذكروا في كان عندي بقلب الداتا فريم تعليمة لوك بتقوم بتحديد الأسطر والأعمدة اللي نحنا بدنا نطبعها. فبخانة الأسطر قلت له إنه أنا بدي السطر يلي القيمة تبعه هي الليبل تبعه هي لاب اللي موجودة أنا عندي هون، فمثلا هي صفر والعمود اسمه ريزولت. بهي الطريقة لح نخلق عمود جديد اسمه ريزولت واللي هو نحن بدنا نضيفه، ومن أجل كل عملية تكرار لح يتم إضافة ونسخ الرقم يلي نحن معبرين عنه هون. فبحلقة التكرار الأولى أو المرور الأول لحلقة التكرار لح يتم وضع الرقم صفر هون بالريزولت، بالمرور الثاني لحلقة التكرار لح يتم الوضع الرقم 4. ليش؟ لأنه مثل ما قلنا أول شيء أخذ الليبل الموجودة عنا اللي هي أول شيء كانت صفر وحددها هون، وتقاطعها مع العمود ريزولت تحدد هون. فصار عندي إنه قم بوضع القيمة الموجودة بالرو هوم سكور اللي هي أول شيء بتكون صفر بالمكان الموجود هون اللي هو السطر الأول العمود اللي اسمه ريزولت، لذلك طلعت عنا القيمة اللي هي صفر. بعدين بالمرور الثاني تبع حلقة التكرار صار عندي الليبل هي واحد، فصار عندي هون عم بقاطع واحد مع العمود ريزولت، فتم تحديد المكان هون. شو القيمة الموجودة بالرو هوم سكور؟ هي 4، فتم وضع القيمة 4 هون. ولح يتم تكرار هاي العملية
لحتى تنتهي جميع الأسطر الموجودة بالداتا فريم تبعنا. طيب كيف فينا نطبق هذا الشيء على المثال اللي قبل شوي حكيناه؟ ببساطة فينا نساوي هيك. أول شيء رح نحط عواد تعليمة الطباعة، نحن بدنا نضيف القيمة على هذا العمود اللي بدنا إياه. فحطينا سوكر داتا سيت دوت لوك الليبل تبع السطر فاصلة اسم العمود اللي نحن بدنا إياه result T1 result الخاصة بالتيم الأول أو الفريق الأول تساوي win. إمتى بيتم تحقيق هذا الشرط؟ إذا كان عدد أهداف الفريق الأول أكبر من عدد أهداف الفريق الثاني، ونفس الشيء على الحالات اللي بعدها. بعد تنفيذ هذا البرنامج، أول شيء أول مرور لحلقة التكرار رح تكون النتيجة بدرو. ليش؟ لأنه أهداف عدد أهداف الفريق الأول بيساوي عدد أهداف الفريق الثاني، لذلك تم تنفيذ التعليمة الموجودة هون. بعدين بالمرور الثاني لحلقة التكرار هو فوز. ليش؟ لأنه عدد أهداف الفريق الأول أكبر تماما من عدد أهداف الفريق الثاني، فلذلك تم الدخول لهذا القسم من الشرط. ومثل ما قلنا رح يتم تنفيذ وتعبئة هذا العمود لحتى يتم انتهاء جميع العناصر أو الأسطر الموجودة بالديتا فريم تبعنا. برجع مرة تانية بقول إنه المعلومات اللي عم ناخدها هي مو سهلة، لذلك بتمنى من الجميع قبل ما ينتقلوا لأي محاضرة تانية يطبقوا بإيدهم ويفهموا جميع الشغلات اللي عم نساويها. خلونا ننتقل للتطبيق العملي.